لكم متابعين فلسفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم غندويو فيه على مشاكل نفسية، وبالأخص غنطرقوا للمشاكل النفسية كتتعلق بالأطفال والمراهقين. هذا علاش معنا اليوم الطبيبة المختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، الطبيبة إيمان أخير. أهلا بك طبيبة. شكرا ومرحبا بكم. للإيمان، من بعد كأس العالم مجموعة من الناس كيعانيوا من اكتئاب أو لما يسمى بحمى ما بعد الكأس، فقربينا في الأول من هذه الحمى. هذه نقدر نقوله بالنسبة لكأس العالم كيكون مشارك معه ولا مصاحب ليه واحد مجموعة ديال الظواهر ديال النفسية بالنسبة للناس اللي في الوقت اللي كيتفرجوا في لي ماتش وحتى من بعد ما كيتسلى كأس العالم. يعني كل شيء كيعيش هاد يعني هاد كأس العالم واحد النوع ديال الترقب، واحد النوع ديال يعني كيكون واحد الهيجر في الهضم في المشاعر، حتى الفرحة كتكون بواحد الطريقة اللي كتكون زايدة شوية، وحتى فاش كيكون مثلا واحد الإخفاق ديال مثلا واحد تنتبعوا واحد الفريق معين وكيكون الإخفاق ديالو حتى هي كنعيشوها بواحد النوع ديال التعاسة ولا أبا اللي كتقدر هذا تمد. يعني هادو كلهم كنقدروا نقولوا انا رد فعل كيكون عادي، غير هو فاش كيبقى لواحد المده زمنيه اللي كتكون هذا طويله، او انه كيكون بواحد الطريقه اللي زايده على القياس، او انه كيكون تاثير على مثلا حصيله ديال هاد الفرد في العمل ديالو ولا في الدراسه ديالو ولا غيره. هنا فاش كندخلوا بالراكينه الظاهره النفسيه اللي كنقولوا كنعتبروها مرضيه لانه او مضطرب. يعني انت كتشوفي انها ما كتصنفش خانه المرض، وانما هي ظاهره نفسيه. ظاهرة نفسية كيف ما قلت، إلا كانت كتكون محدودة على الوقت أو كتكون فقط رد فعل اللي كيكون مؤقت وكيقدر الشخص يتجاوزه، ولكن تقدر تكون بوابة أنها تدخل في بعض الاضطرابات والأمراض النفسية اللي منها الحالات خاصة ديال هذا الاكتئاب. حالة الاكتئاب على الأقل خاصها تبقى واحد المدة ديال 15 يوم باش ندخلوها في حالة مرضية. ومني كندويو على الحمى ما بعد الكأس، فهي من الأعراض ديالها أنها كتسبب لنا في عزلة، كيولي واحد نفور من المجتمع الخارجي، فكيفاش أننا نقدروا نتعاملوا مع الشخص اللي كيتصاب بهذه الحمى؟ بالنسبه للرياضه ديال كره القدم والمجموعه ديال الرياضات الجماعيه اللي كيكون زوينه فيها انه كتعلمنا واحد المجموعه ديال المبادئ، منها تقبل الخساره، منها انه كتكون واحد لانسيرتيتود، يعني ما كنعرفوش شنو اللي هي النتيجه اللي غادي هذا تكون في الاخر، وهذا الشيء اللي كيخليها بالنسبه لنا مثيره وكنبغيو نتبعوها كاملين. غير انه بعض الاشخاص انهم بحال كيتقبلوا كره القدم ولكن كيكون عندهم واحد الصعوبه باش يتقبلوا القواعد ديالها، واللي منها انه يقدر الفريق ديالهم انه تكون يتشهد الهزيمه، وبالتالي كيعيش واحد الحاله نفسيه اللي كتكون هذا سلبيه. هي كيف ما قلت كتبقى ظاهره عاديه الا كانت في الوقت محدوده. المشكله انه بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مثلا واحد القابليه انه يدخلوا في حاله الكآبه، تقدر تكون هذيك بوابه انه تدخلهم في حاله اللي كتكون هذا مرضيه. باش نقدروا اننا نتجاوزوها او لما ندخلوش فيها، هي ان نحطوا الامور في سياق هذا ديالها، يعني انه تشبتنا بهاد الكره القدم غير يكون تشبت المبادئ ديالها، ومنها تقبل ديال خسارة. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه كيف ما كيكون واحد لانفستيسمون او لكن واحد الاقتناع مثلا بواحد الرياضه معينه، كيف ما خص يكون الاقتناع او اننا كنامنوا بواحد الحاجه اخرين كنديروهم في حياتنا اللي كيقدروا يعطيونا نفس النتيجه، من هالخدمه، من هالدراسه ديالتنا، منها يمكن حتى الانشطه الرياضيه اللي كان هذا اللي كنديروها اللي كنبغيو حنا نديروها، منها الانشطه الاجتماعيه اللي كنديروهم وهذا وغيرهم، باش كومسا بحال كنخلقوا واحد التوازن بين حبنا للكره وبين اهداف اخرى في الحياه ديالنا. في التخصص ديالك انت مختصة في مشاكل ديال الاطفال والمراهقين، فالمجموعة ديال المراهقين والاطفال اللي تاهما تبعوا لك عن كثب هاد المنافسات ديال كأس العالم، فشنو نصائحك اللي تقدمي للاباء والاولياء الامور باش يتعاملوا مع الاطفال ديالهم في هاد المدة هادي؟ بالنسبه للرياضه او الاطفال او المراهقين اللي كيهتموا بعالم الرياضه، سواء كانوا كيتفرجوا فيها ولا كانوا مزاولين لها، فاهم عندها بزاف ديال الانعكاسات الايجابيه على الصحه النفسيه ديالهم، لانه كيف ما قلنا كتعلمهم بزاف الحاجات، اللي منها المثابره، منها الانتظام، منها يعني الايمان بواحد الفريق معين ولا بواحد الهدف معين وغيرها وغيرها. يعني حتى بالنسبه للوليدات اللي كيكونوا رياضيين كيكون لقاو انه الحاله النفسيه ديالهم كتكون بالعكس ايجابيه، كتعزز الثقه في النفس وغيرها. دونك حاجه مزيانه ان نشجعوا وليداتنا على الاهتمام بالرياضه او انهم يكونوا رياضيين، ولكن اننا خصنا في نفس الوقت نخدموا معاهم على هذه النقطه ديال انهم تقبل ديال الخساره، تقبل انه الحياه كاين فيها لو بوزيتيف وكاين فيها لو نيجاتيف، كيف ما نقدروا اننا نكونوا كنربحوا في شي حاجه كيف ما نقدروا هذا نخسروا. دونك الخدمه عليهم هذا بزوج كيكون الناس اللي مواكبين لهذا الطفل، سواء كانت الاسره ديالو او المدرسه او حتى الناس اللي كي مثلا كيتشاطروا نفس الحب او الولع بهذه الرياضه.
وكيفاش نقدروا اننا نرجعوا الاطفال ديالنا حتى هما يعودوا يرجعوا للحياه ديالهم الطبيعيه من بعد هذا الكاس العالم، ويرجعوا يعني العلاقه ديالهم مع المجتمع ترجع كيف ما كانت. نخلق لهم ديما اهداف وانشطه اللي يكونوا موازيه، ونحطوا الامور في السياق ديالها. يعني كاس العالم كنعيشوه مره في 4 سنين، ما كنعيشوش كل هذا كل عام، كاينين ديما يبقاو بطولات اللي كنبقاو الاهتمام هذا بهم، كيف ما كاين الاهتمام بالرياضه كيف ما خص يكون الاهتمام بهذا بحاجه اخرين. وبذلك الطفل كيحط الامور في سياقها، وما كيبقاش هذاك التشبت فقط بالرياضه ديال كره القدم او واحد المناسبه كيف ما قلنا اللي كتكون مره في 4 سنين. كاين بعض الاباء اللي ولاو دابا كيتعاملوا بواحد العدوانيه مع الاطفال ديالهم، لانهم الاطفال ديالهم ما بقاوش باغيين يديروا الواجبات المدرسيه ديالهم، بحال خلق لهم هذاك الجو ديال المونديال واحد الاستراحه، والاستراحه طويله دامت مده شهر. فشنو نصائحك للاباء هاد المره؟ كيف ما احنا كبار سمحنا لراسنا انه نعطيو راسنا يمكن واحد الفسحه فاش كان عندنا كاس العالم، كيف ما يمكن انه الاطفال غادي يعيشوا الامور بنفس الطريقه. المهم انه احنا الكبار نعطيهم المثال الصحيح لتعاملنا مع هذه المناسبه الرياضيه، يعني انه ما كنسمحوش في المسؤوليات ديالتنا الاخرى، لا في العمل ولا نحو الاسره ديالتنا ولا حتى الحاجات اللي كنكونوا كنديروا هذا في اليوميه ديالنا. ما حنا كنعطيو المثال ما حتى كيكون سهل عند الاطفال انه يتبعوا المثال الصحيح. حتى فاش كنشوفوا ان الاطفال كان واحد الاهتمام مثلا بالكرات القدم هذا وغيرها، هذه حاجه اللي نخليو انه بالعكس نعطوها لهم كتحفيز، انه قدام نتائج اللي تكون مزيانه كيتسمح لك انك يكون عندك اهتمام بالكره، انك تفرج في الكره، انك من بعد تزول الكره هذا وغيرها. دونك ديما خلق التوازن كيبقى حاجه اللي كنربيو عليها الوليدات ديالنا، وكتكون مسؤوليه اكثر ديال الكبار قبل ما نقولوا ديال الاطفال ديالنا. ومشاهدينا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، نتمنوا أن المعلومة تكون وصلت وبأن الفائدة تكون عمت، والناس يعرفوا دابا كيفاش يتعاملوا مع الأبناء ديالهم أو لا كيفاش يتعاملوا ويتخطوهما هاد الحالة ديال حمى ما بعد الكأس. فهذا هو لقائنا اليوم، على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد إن شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.